السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع الإخوة والأخوات. كما كتلاحظوا الإخوة، الموضوع ديال اليوم هو حجر الأماتيست. الأماتيست هو هذا اللون، هذا اللي كتلاحظوا، هذا حجر خام. بغيت غير نعرفكم، حيت لحنا ديجا لحنا مسبقا هذا الحجر هذا وما عرفناش به بالنسبة للإخوان. هذا حجر خام، الاسم ديالو هو الاماتيست، ولهذا ان شاء الله كما وعدناكم كل حلقه ان شاء الله غادي نلوحوا الاحجار وغادي نعطيوها الاسم ديالها كما كتسمى في جميع دول العالم، منها العربيه، الاوروبيه، الامريكيه، يعني جميع القارات الافريقيه حتى هي كذلك ومثال، يعني كتسمى بحجر الاماتيست. هو الشكل ديالو مدادي، عند واحد اللون خاص كما كيظهر لكم على الشاشه. حضر في واحد اللون عجيب، تلاحظوا الاخوان، هذا هو اللون ديالو، سبحان الله، عطاه الله واحد اللون غريب. كاين احجار كريمه اخرى، كاينه عده منها، يعني واحد العدد ديال الاحجار الكريمه، كل كاين فيها الوان. وبالنسبه للاحجار الكريمه، كل حجر عنده اسم ديالو، وعنده يعني اسم ديالو كيتعرف به. هذه غير فكره بغيت نعطيها للاخوان، باش اي حجر شافوه يعرفوه ويعرفوا القيمه ديالو. هذه الصلبه ديالها تقريبا يعني سبعة موس، يعني حجر جيد، حيث الموس هو باش كيتعبر هاد الاحجار الكريمه. هذه عندنا منها واحد القطعات صغار، يعني قلال ماشي كتار. وهذا بغيت غير نعرفكم الاخوان مع بهاد الاحجار هادو، باش تولي عندكم فكره ان شاء الله باذن الله. وحنا كنطرحوا باش نقربوا لكم الصوره ان شاء الله باذن الله، تعرفوا على الاحجار وعلى المعادن، باش الانسان كتولي تعرف غير الحجر اين فوا كتشوفو. ديجا كنتي عندي مثلا في الفيديو شفتيه، يعني غتعرف عليه عادي. وكاين احجار الاماتيست، ولكن واحد اللون اخر، وما كيكونوا مخدومين كما ذكرنا من قبل، بان قلنا غنقول لكم بان نوريكم الطريقه ديال كيفاش كيتصنع هذا الحجر المزور او لا الحجر المقريصي، يعني معاود، ماشي معاود، وانما هو غير صناعي، حجر صناعي باين. ان شاء الله نوعدكم بان غادي نديروا هذه الحلقه هذه ديال التعريف على هذا الحجر مزور، يعني بكل ما تحلمي الكلمه معنا، يعني حجر ماشي خام. ان شاء الله باذن الله في فيديوهات اللي جايه، ان شاء الله باذن الله غنحاول ندير لكم هذه الاحجار ونعرفكم على الطريقه ديال المعرفه ديالها بواحد طريقه اخرى ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم، معكم اخوكم كمال الاحجار الكريمه النادره. السلام عليكم ورحمه الله.